أهلا بكم إلى موجز الأخبار من قناة الشروق. شدد النائب الأول لرئيس المجلس السيادي محمد حمدان دجلو على أن العقوبات التي فرضت على السودان منذ عام 2005 من قبل مجلس الأمن الدولي قد انتفت أسبابها تماما. وأكد حميدتي خلال لقائه رئيسة لجنة الأمم المتحدة للعقوبات الخاصة بالسودان وجنوب السودان، أكد أن السودان أحرز تقدما كبيرا في إرساء السلام والاستقرار بعد التغيير السياسي الذي حدث مؤخرا. أصدر رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك قرارا بإعفاء صلاح حسن أحمد من وظيفة مدير عام البنك الزراعي السوداني، وذلك بناء على توصية وزير المالية والتخطيط الاقتصادي. وجه القرار وزارتي المالية والتخطيط الاقتصادي والعمل والتنمية الاجتماعية والبنك الزراعي السوداني والجهات المعنية الأخرى اتخاذ إجراءات تنفيذ القرار. أكدت حكومة ولاية جنوب كردفان دعمها للمفاوضات القادمة بين الحكومة وحركات الكفاح المسلح بعاصمة جنوب السودان. وقال موسى جبر محمود الأمين العام للحكومة خلال مشاركته في احتفال قافلة نداء السلام، قال أن الولاية تدعم بقوة المساعي المبذولة من قبل الأطراف لاستكمال السلام بالولاية. وصلت إلى مطار الخرطوم اليوم طائرة رابعة من الجسر الجوي الكويتي محملة بنحو 10 أطنان من حليب الأطفال والمساعدات الطبية لمتضرري السيول والأمطار التي اجتاحت السودان مؤخرا. أقال القائم بأعمال السفارة الكويتية في الخرطوم عبد الكريم المجيم لوكالة الأنباء الكويتية أن الطائرة استمرار للجسر الجوي حتى انجلاء الأزمة في جميع أنحاء السودان. يخوض المنتخب السوداني لكرة القدم المباراة الثانية في تصفيات أمم أفريقيا كان أمام جنوب أفريقيا الأحد المقبل. وكان المنتخب قد وصل أمس إلى مدينة جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا، وأبدت أوساط رياضية ارتياحها لمستوى التطور في أداء المنتخب الوطني السوداني لكرة القدم في مبارياته مؤخرا. نهاية الموجز، للمزيد يمكنكم زيارة موقع الشروق دوت نت. إلى اللقاء.